بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله بياكم ونياتي في مادة اللغة العربية 6 للدراسات البلاغية والنقدية للصف الثالث ثانوي الإنسان. نبدأ نتحدث عن البلاغة ومنزلة البلاغة بين علوم اللغة العربية، وما هي صلة البلاغة بالعلوم الشرعية، وكذلك سوف نتطرق إلى فوائد دراسة البلاغة ومعنى البلاغة لغة واصطلاحا، وأيضا نتعرف على ركناء البلاغة، ثم بعد ذلك نقوم بحل تدريبات هذا الفصل. منزلة البلاغة بين علوم اللغة العربية. إذا قلت لك ما هي البلاغة؟ إذن البلاغة هي إحدى علوم اللغة العربية التي تتآخى لتصون الكلام من اللحن والخطأ. إذن هنا سؤال، نطرح سؤال هنا، نقول ما هي البلاغة؟ البلاغة هي إحدى علوم اللغة العربية التي تتآخى لتصون الكلام من ماذا؟ تصون هذا الكلام من اللحن ومن الخطأ. ماذا تضفي على اللغة؟ تضفي صبغة من الجمال والبهاء. وللبلاغة بين هذه العلوم منزلة رفيعة. سبب منزلتها هو اعتنائها بأداء الكلام للمعنى المراد وفق أدق عبارة وأجمل بناء. إن تحدثنا عن علم الصرف، فعلم الصرف يعنى ببنية الكلمة وهيئتها ووزنها، وإن تحدثنا عن علم النحو فهو يعنى بصحة تراكيب العبارة وفق قواعد اللغة العربية. وإن تحدثنا عن البلاغة فهي تبني على تلك الصحة، إن صح علم الصرف وإن صح علم النحو هنا تبنى البلاغة. إذن تبنى على تلك الصحة قواعدها ليكون الكلام وفيا بغرضه، مؤديا لمعناه، مؤثرا في متلقيه. إذن هذه هي منزلة البلاغة بين علوم اللغة العربية. ننتقل بعد ذلك إلى صلة البلاغة بالعلوم الشرعية. نقول هل للبلاغة صلة بالعلوم الشرعية؟ نقول نعم، وصلة وثيقة. إذن للبلاغة صلة وثيقة بالعلوم الشرعية المختلفة. أبرز هذه العلوم وهو القرآن الكريم، فصلتها صلة واضحة ظاهرة في تفسير آيات القرآن الكريم. علم البلاغة قد عد من علوم القرآن الكريم، كانت كتبهم في تفسير كتاب الله تزخر بالكثير من الوقفات البلاغية التي تربط بين مسائل البلاغة وشواهدها، كما أيضا استنبطوا هؤلاء العلماء أو هؤلاء المفسرين العديد من المسائل البلاغية من خلال النظر في الكتاب المعجز. إن قلنا هل العرب القدامى كانوا أهل بلاغة وبيان؟ نقول نعم،
لذلك نزلت آيات القرآن الكريم بلغة عربية فصحى. أيضا البلاغة لها أيضا صلة بعلوم أو بعلوم الحديث، فليس ببعيد عن التفسير. إذا الحديث يسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي قريبة أو مفسرة لآيات الله، إذ ظهرت في كتب الحديث وشروح ثروة علمية بلاغية بعد نظر العلماء الدقيق في ألفاظ الحديث الشريف. أيضا للبلاغة صلة وثيقة في علم العقيدة، حيث ظهر للبلاغة أثر فاعل في الرد على أهل التأويل الخاطئ الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى الرد عليهم، إلى معرفة بقواعد البلاغة وكذلك طرقها. أيضا للبلاغة صلة وثيقة بأصول الفقه، موضوعات مشتركة مع موضوعات البلاغة وكذلك المسائل الفقهية. إذن للبلاغة صلة وثيقة بعلوم الشرعية في تفسير القرآن الكريم وعلم الحديث وكذلك علم العقيدة وأيضا علم أصول الفقه. إذا قلت ما هي فوائد دراسة البلاغة؟ إذن للبلاغة فوائد مهمة لدراستها. ما هي؟ تعين على معرفة معاني القرآن الكريم، تعين على معرفة معاني القرآن الكريم وفهم دلالات ألفاظه وأسرارها، وكذلك تكشف عن بعض أسرار إعجازه، تنمي ملكة الكتابة والتعبير عن المعنى المراد بأقرب طريق وأجمل بيان. أيضا تنمي القدرة على نقد الكلام ومعرفة أسباب الإساءة والإحسان فيه، كذلك تنمي الإحساس بالجمال الفني وتزيد من مستوى الذائقة الأدبية. إذن فوائد الدراسات البلاغية: تعين على معرفة معاني القرآن الكريم، تنمي ملكة الكتابة والتعبير، تنمي القدرة على نقد الكلام، وأيضا تنمي الإحساس بالجمال الفني. هناك تعريف لغويا مصطلحيا للبلاغة. إذا أردت أن تخبر بوصولك إلى بيتك أو إلى المدرسة فإنك تقول بلغت بيتي أو بلغت المدرسة، أي وصلت إلى مبتغاي، إذا وصلت إلى بيتي أو وصلت إلى مدرستي. إذا معنى البلاغة هي مأخوذة من كلمة بلغة في اللغة العربية، وتأتي بمعنى الوصول والانتهاء إلى الغاية. إذن هذا هو المعنى الأصلي لكلمة البلاغة. البلاغة في الاصطلاح، إذا قلنا ما تعرف البلاغة في الاصطلاح، نقول هو عندما أقول هذا متكلم بليغ أو هذا كلام بليغ، إذن هذا يعني أن هذا الكلام قد اكتسب ماذا؟ اكتسب صفة حسنة، وأن سامعه أو قارئه قد استمتع به واستحسنه، كما أنه يعني هذا الكلام وقد وصل إلى ذهن المتلقي، أو أن المتكلم قد استطاع أن يوصله إلى من؟ إلى المخاطب.
هناك أمران رئيسيان لابد أن نتطرق إليهما، وهو أن هذا الكلام كلام فصيح لم يتطرق إليه خطأ، ولم تشبه شائبة، ولم تعكر صفوه عبارة نشاز أو لفظة شاذة، وهذا هو ما يطلق عليه البلاغيون بالفصاحة. إن هذا الكلام قد ناسب أحوالنا وأثر أيضا في نفوسنا، وهو ما يطلقه البلاغيون مراعاة مقتضى الحال، مراعاة مقتضى الحال. إذن لو من خلال استنباطنا لتعريف البلاغة في الاصطلاح، فنحن نلجأ نقول هي أو هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. إن تطرقنا إلى هذا الأمرين فمن خلاله سوف نستخرج تعريف اصطلاحيا للبلاغة. إذن هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. إذن خلاصة ما تحدثنا عنه أن البلاغة في اللغة الوصول والانتهاء إلى الغاية، وفي الاصطلاح مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. إذا قلت ما هما ركنا البلاغة؟ ركنا البلاغة نستشفه من تعريف البلاغة هي الفصاحة ومطابقة الكلام لمقتضى الحال. الفصاحة في أصل استعماله اللغوي تعني الظهور والوضوح. إذا معنى الفصاحة لغة الظهور والوضوح. وفي الاصطلاح تعني جمال اللفظ ووضوح معناه وسلامة بنائه. فالكلمة الفصيحة سهلة في نطقها، واضحة في معناها، صحيحة في بنائها وشكلها، جميلة في عباراتها وبين قريناتها. ومتى ما فقدت العبارة هذه الصفات كانت غير فصيحة. إذن الفصاحة اصطلاحا تعني جمال اللفظ ووضوح معناه وسلامة بنائه. والفصاحة وصف أيضا للكلمة والكلام والمتكلم. وإليك هنا لدينا ما معنى فصاحة الكلمة وما هي فصاحة الكلام، وكذلك ما معنى فصاحة المتكلم. معنى فصاحة الكلمة انسجام الحروف الذي يؤدي إلى سهولة النطق بالكلمة، والوضوح الذي يعني ظهور المعنى لعامة الناس وموافقة القياس اللغوي. إذن فصاحة الكلمة لابد أن يكون هناك انسجام الحروف، سهولة النطق، وضوح المعنى، وكذلك موافقة القياس اللغوي. لدينا هنا نشاط يقول عد إلى القاموس وحاول شرح قول عيسى بن عمر عندما قال ما لكم تكأكأتم علي ك
كتكأكم على ذي جنة افرنقعوا عني. عندما قرأنا هذه عبارة عيسى بن عمر الكلمات غامضة وغير واضحة، ما هو هذا المعنى؟ إذن معنى كأكأ تكأكأ القوم أي ازدحموا، وتكأكأوا أي تجمعوا. سقط عيسى بن عمر عن حمار له فاجتمع عليه الناس فقال لهم: ما لكم تكأكأتم علي؟ تكأكؤ على ذي جنة افرنقعوا عني أي بمعنى ما لكم اجتمعتم حولي كأنكم تجتمعون على مجنون، انصرفوا عني. إذن هنا استخدم ألفاظ صعبة والحروف غير منسجمة والمعنى غير واضح. ننتقل بعد ذلك إلى فصاحة الكلام. ما هي الصفات التي تتوفر في فصاحة الكلمة؟ لابد أن يكون هناك انسجام في الكلمات مع بعضها، انسجاماً يؤدي إلى سهولة النطق بالعبارة، وأيضاً الوضوح الذي يعني ظهور معنى العبارة لعامة الناس، أي عامة الناس يستطيع فهم العبارة، وموافقة قواعد اللغة. النشاط الذي يلي يقول: أعد بسرعة قراءة هذا البيت 5 مرات. وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو ممشل شلول شلشل شول. لو كررت هذه كررت هذا البيت 5 مرات لن أستطيع نطق هذه الكلمات. ولكن استمعي إلى البيت الذي يليه: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هنا في البيت الأول عدم الانسجام في ألفاظ البيت جعل تكراره يمثل صعوبة، مما قد يجعل اللسان يخطئ في قراءة البيت بعكس البيت الثاني. فهناك انسجام بين الكلمات الذي أدى إلى سهولة النطق. فصاحة المتكلم، ما المقصود بالفصاحة المتكلم؟ أن يكون المتكلم قادراً على التعبير عن المعنى الذي يريد بكلام فصيح استوفى الشروط السابقة. ما هي الشروط السابقة؟ أن يكون هناك فصاحة الكلمة وكذلك فصاحة الكلام. إذن نقول: ما هي شروط الفصاحة؟ الانسجام، ويكون انسجام حروف في الكلمة أو انسجام كلمات في العبارة، وكذلك أيضا الوضوح، ويكون وضوحا في معنى الكلمة أو وضوحا في معنى العبارة، موافقة القواعد، وتكون موافقة في البناء الصرفي للكلمة أي في شكلها وهيئتها، أو موافقة في جميع الكلمات وضمها إلى بعضها أي في تركيب الكلام، ويكون المتكلم فصيحا إذا اتصف بهذه الصفات. الركن الثاني من أركان البلاغة وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. لدينا هنا مثال يقول: لو أن أحدا كان في زيارة مريض فالتقى عرضا بأحد أقربائه الذي كان يود لقاءهم، فقال له: هذه فرصة سعيدة. لكان قوله هذا غير بليغ ولا مناسب،
لأنه قال هذه العبارة بحضور بذهابه إلى لزيارة مريض، والتقى بشخص آخر يتمنى أن يراه، فشاهده عند هذا المريض وقال هي فرصة سعيدة، في حين قد يكون الجملة ذاتها للرجل في مناسبة أخرى كزواج أو أعياد، فيكون هذه العبارة مناسبة وأيضا في مكانها المناسب. فأما الذي جعل عبارة واحدة بليغة مرة وغير بليغة مرة أخرى في المقامين، قيل للرجل واحد ولغرض واحد، إذن لكل مقام مقال. لدينا أيضا عبارة أخرى تقول أعد شرح هذه الفكرة، عندما يقول الطالب للمعلم أعد شرح هذه الفكرة، فهنا أسلوب الطالب أسلوب غير بليغ. قد أقول هذه الجملة إن كنت طالبا أقولها لزميل لأخ، ولكن لا أقول للمعلم أعد شرح هذه الفكرة، أستخدم عبارات أخرى مثل هذه الفكرة ليست واضحة عندي، هل يمكنك إعادة شرح هذه الفكرة؟ إذن أن السر في بلاغة العبارة مرة وعدم بلاغتها في مرة أخرى راجع إلى ماذا؟ إلى المخاطب في الحالين، لا إلى ألفاظ العبارة، إذ يفترض أن يختلف خطابك لمن هو منك منزلة أو سناً عن خطاب المماثل لك. خلاصة الموضوع، مطابقة الكلام لمقتضى الحال تعني أن يكون الكلام مناسباً للمقام الذي يقال فيه وللمخاطب الذي يوجه إليه. إذا قلت ما هو لب لب البلاغة، نقول لب البلاغة أن نواعي مقتضى الحال. عندما قال علي بن أبي طالب قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذبوا الله ورسوله؟ فإنك ستخاطب الذكي، عندما تخاطب الذكي يختلف عن مخاطب أو مخاطبة ضعيف الفهم، وعندما تخاطب طفلا يختلف عن مخاطبة شابا أو هرما. لدينا هنا نشاط يقول أطلب مساعدة في حمل حقيبتك من أبيك مرة ومن أخيك الصغير مرة أخرى. عندما أطلب من أبي سأقول أبي هل يمكنك أن تساعدني في حمل الحقيبة قليلا؟ أما عندما أخاطب أخي سأقول احمل عني هذه الحقيبة. هنا أيضا لدينا مثال يقول الله تعالى قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، تأكيد بإن يستدعيه المقام ويقتضيه، ذلك أن المخاطبين في الآية كثرت ماذا؟ كثرت ذنوبهم حتى ظنوا أنها لن تغفر لهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد لهم أن ذنوبهم وإن عظمت فباب التوبة مفتوح إلى أن تقوم الساعة.
لدينا أيضا نشاط آخر يقول: سئل العباس بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو أكبر وأنا ولدت قبله. ما الفرق بين التعبيرين؟ وما علاقة ذلك بالبلاغة؟ وأيهما أشمل، الفصاحة أم البلاغة؟ نقول هذا النوع من الإجلال والتقدير، لأن العباس رفض بأن يصف نفسه بالأكبر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، بل عبر عنها ولدت قبله، وعلاقتها بالبلاغة أنه مراعي لماذا؟ لمقتضى الحال ووضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب. نقول الفصاحة أعم من البلاغة. ما السبب؟ لأنها معنية بعناصر ثلاثة، وهي الكلمة والكلام والمتكلم. أما البلاغة فهي أخص، لأنها معنية بعنصرين: الكلام والمتكلم. فالكلمة لا توصف بأنها بليغة، لأن الكلمة لا تظهر دلالاتها بشكل مؤثر إلا في كلام منتظم متسق، ويمكن أن يقال كلام بليغ فهو فصيح، وليس كلام فصيح بليغ. إذن تعرفنا في بداية كتاب اللغة العربية 6 منزلة البلاغة بين علوم اللغة العربية، صلة البلاغة بعلوم الشرعية. كذلك تطرقنا إلى فوائد دراسة البلاغة، وعرفنا البلاغة لغة واصطلاحا، وتعرفنا على ركناء البلاغة وهي الفصاحة ومراعاة مقتضى الحال. شكرا لحسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.